أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع أكثر من ألف يوم مر على حرب اليمن وعداد المجازر والضحايا والدمار في ارتفاع ثلاثة أعوام ذاق خلالها اليمنيون كل أصناف الموت والتعذيب والتجويع والحصار وفي السادس من الشهر الجاري قرر التحالف الذي تقوده السعوديه تشديد الحصار واغلاق المنافذ البريه والبحريه والجويه كافه امام اكثر من 25 مليون يمني، ما دفع الامم المتحده والمنظمات الدوليه الى قرع ناقوس الخطر من جديد والتحذير من اكبر مجاعه منذ عقود سيذهب ضحيتها ملايين البشر فيما لو استمر الحصار. كل ذلك حدث ويحدث امام مراى ومسمع العالم الذي قرر ان يصم اذانه عما يجري في هذا البلد. منذ فتره كثر الحديث عن صراع اماراتي سعودي في اليمن وصراع سعودي ايراني خارجه والضحيه الاكبر هم اليمنيون الذين وجدوا انفسهم وقودا لصراع المحاور والاشقاء والجيران. اكثر من معطى ميداني وعسكري برز في الايام الماضيه وقد يكون شكل نقطه تحول في الحرب اولا الصاروخ البالستي الذي استهدف الرياض في الرابع من هذا الشهر والذي على اثره قام التحالف بتشديد الحصار قبل ان يعود ويخفف المعطى الثاني والمهم هو اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقاده حزب الاصلاح بعد يومين على لقاء جمعه بعبد ربه منصور هادي ماذا يحضر لليمن يا ترى لماذا تبدو هذه الحرب من دون هويه وبلا افق هل هي حرب سعوديه ايرانيه بالفعل على الارض اليمنيه؟ ولماذا حاول البعض اقحام الملف اللبناني بما يجري في اليمن؟ اليمن الماساه المستمره هو عنوان ندوتنا لهذه الليله، نستضيف فيها هنا في الاستوديو السيده فيوليت داغر رئيسه اللجنه العربيه لحقوق الانسان. معنا من صنعاء السيد عبد الرحمن الاهنومي نائب رئيس تحرير صحيفه الثوره. من القاهره معنا السيد جمال محسن رئيس تحرير موقع اليمن العربي ومن واشنطن معنا السيد عباس المساوى الدبلوماسي اليمني السابق اهلا بكم جميعا اسمحوا لي ان ابدا بالسيده فيولات سيدات اولا اهلا بك من جديد سيده فيولات. حلينا اذا مجاعة لم يشهد لها التاريخ منذ عقود، هكذا تقول الأمم المتحدة، أكثر من 14 منظمة دولية عاملة في اليمن حذرت من آثار الحصار، اعتبرت إغلاق المنافذ اليمن قد يرقى إلى عقاب جماعي لكل اليمنيين، بماذا يفسر كل هذا؟ أنا حرب إبادة جماعية. أنتِ ذكرتِ المجاعة. طيب والامراض وتاثير المجاعه والامراض على هالاطفال اللي عم يكبروا بهيدي الظروف الاوبئه كلها سوا اللي انتشرت تخريب البيئه بعدين نحن ما عم نتكلم عن ربما بيع هودي الناس بيع هودي الاطفال بيع اعضاء ما فيش حديث كتير تجنيد عن في الحرب م. الى جانب تجنيد بالحرب بعدين المدارس اللي تهدمت وقديش فيهم مشرد وما عاد يروح على مدرسه على سنوات عمرهم بديو بهالطريقه هيدي شو هيدا الجيل رح ننتظر منه من بعد مش تخريب اليوم تخريب لما بعد المستقبل تبع هيدا الشعب كله هيدا سوا في حمله صمت مريبه حوله وقد توازي الحمله العسكريه على اليمن وانا اعتقد كلنا مسؤولون عما يجري في اليمن وانا بشكرك انك اخترتي هذا الموضوع لانه يجب حديث عن اليمن واكثر من الحديث عن اليمن ونضل نحكي عن اليمن هي في الواقع بدات للوهله الاولى كانها حرب منسيه نعم وكانه العالم بالفعل قرر ان يصم اذانه عن عما يجري في اليمن ويبدو انه عن قصد مش عن غير قصد لانه حرب من هذا النوع تستمر ثلاث سنوات، تستخدم فيها كل انواع الاسلحه، اباده جماعيه كما وصفتها، لا يمكن ان تكون غير مقصوده من القوى العالميه. ايه بتريدي احكي بهذا الموضوع؟ تفضلي. انا بحب احط الاطار، منطلق حقوقي حضرتك نعم منطلق حقوقي نعم. لكن انا اذا بدي اجي هلا احكي للجمهور اللي عم بيتفرج علينا عن حقوق الانسان وشو بتقول الاتفاقيات وكيف لازم نحمي هودي الناس بزمن الحرب ما رح يقدر في دون بدنا نضيع الوقت باشياء يمكن بيقدروا يلاقوها على الانترنت انا رح أبحكي كيف امريكا اللي هي ورا السعوديه لانه نحن بنقول السعوديه وايران نحن بنغفل اللي عطى الضوء الاخضر اللي عم بيسلح اللي مستفيد واللي هو له مصالح بجزيره سقطرة مم. بالمخزون النفطي الذي يوازي المخزون النفطي الموجود بالسعوديه بباب المندب اللي قديش التجاره العالميه بتمر اكثر من فيه. 40% من نعم. حجم نعم. التجاره العالميه عبر باب المندب ولما بنحكي عن امريكا نحن بنحكي عن اسرائيل وعن الصهيونيه العالميه واللي عم يشتغلوا مشان وضع اليد على هيدي المنطقه وكيف وضع اليد اذا ما كان عبر تدمير اللي عم بيعملوه عمليه التدمير اللي بداوا فيها منذ م. سنوات م. وواحد ورا الاخر ياتونا بشكل يحضروا له ضل في طبعا المقاومات الى اي حد عم تقدر تردعهم ولكن عندما يكون خطط كبيره من هذا النوع بيع سلاح من هذا النوع وبعدين هلا انا اذا اذا كان في وقت بحكي عن فرنسا سنتحدث عن فرنسا. امريكا آه. كمان ما ننسى انه اوروبا شو مشاركه بهيدي الجريمه اللي من خلال بيع السلاح اذا ما في الا بيع السلاح ولكن في اشياء اكثر نعم في ايضا من ضمن المعلومات عن بيع السلاح يعني السعوديه مثلا اشترت من بريطانيا بما يعادل 6 مليار دولار منذ بدء عاصفه الحزم لغايه الان سلاح فقط اسمحيلي ان انتقل الى السيد سيد جمال محسن رئيس تحرير موقع اليمن العربي كيف يمكن تبرير كل ما يجري اليوم من حصار وتجويع وعقاب جماعي ل 25 او 27 مليون يمني أو اطفال ونساء وشيوخ وعجائز ويعني ومن كل الاعمار هل يعني محاربه او مواجهه جماعه بعينها يبرر كل هذه الفضائع التي ترتكب في اليمن سيد محسن؟ بكل اسف طبعا الوضع في المناطق التي تحت سيطره الحوثيين وضع مؤلم، وضع بالفعل هناك كثير من المجاعات، هناك كثير من المآسي في هذه المناطق، ولكن هناك جانب اخر مضيء لم تشيروا اليه وهو في المناطق التي تم تحريرها من تحت سيطره الحوثيين وصالح هذه المناطق. لا تشهد المجاعات التي تحدث في المناطق التي تحت سيطره الحوثيين لا تشهد المآسي لا تشهد لا يوجد انتشار للكوليرا في هذه المناطق مثل ما هو موجود لدى الحوثيين طبعا السبب الرئيسي في هذا هو عدم ايصال الامدادات والمساعدات الغذائيه بصوره مباشره لهذه المناطق لماذا لان هناك من يريد السيطره نتساءل من الذي بدا الحرب كانت البدايه واضحه، كانت هناك مسار سياسي هذا لن يفيد إطلاق المبادرة اسمح لي يا سيد جمال 2011. انا لا اريد ان احول أه 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 الحوار الى يعني نعود ثلاث, ثلاث سنوات او اربع سنوات لو سمحت حتى يكون الحوار مفيد وجديد بنفس الوقت، يعني اللي حصل حصل من ثلاث, ثلاث سنوات، جرات. اليوم في حصار اليوم في حرب اليوم في تجويع اليوم في تحذير من مجاعه عالميه اليوم في امم متحده ومنظمات دوليه تناشد السعوديه بوقف هذه الحرب وتعرب عن خيبة أملها برئيسها يعني رئيس الأمم المتحدة يقول ذلك لأنها يعني وكأنها لا تصغي لكل هذه النداءات الدولية المجاعة على كل اليمنيين والحصار على كل اليمنيين ومش فقط بمنطقة, بمنطقة دون منطقة أخرى الجانب المضيء اللي تحدث عنه صار فيه مثلا تفجيرات لداعش منذ يومين بعدن طب هذا كيف يفسر؟ واضحه ان استهداف داعش لا يستهدف فقط اليمن وانما تنظيم داعش هو تنظيم عالمي والعمليات العسكريه هي منطلقه في كثير العمليات الخاصه بداعش في كثير من المناطق الموجوده ولكن اذا كنت تطلقين هذا التساؤل انا اود ان اوضح ان هناك مبادرات بالفعل من الامم المتحده مبادرات من ولد الشيخ الذي هو مبعوث الامم المتحده طرح بعض الحلول وهو قلنا ما نامل ان يتم الاستجابه الى صوت العقل احد هذه الحلول هو ان يتم تسليم مينا الحديده الى الامم المتحده لكي تدير هذه الميناء ولكي تستطيع ايصال المساعدات العاجله للمواطنين الذين بحاجه الى المساعده والذين ليس لهم علاقه بهذه الحرب. نناشد العقال في هذا الوطن أنا أتكلم أنه كيف يمكن أن نصل الصوت أنت تكلمت على أن هذه الحرب هي منطقة منسية الأستاذة فوليت إحدى المدافعين دائما عن حقوق الإنسان وعن سجناء الرأي السبب الرئيسي لعدم إيصال صوت هذه المناطق هو الجمع الذي يمارس ضد الصحفيين ضد أصحاب الرأي في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين بكل أسف كثير من الصحفيين يتم اعتقالهم، كثير من الصحفيين لا يستطيعون أن يصلون صوت المظلومين في هذه المناطق. المسألة ببساطة شديدة هو أن صوت الحرب هو الصوت الطاغي وبكل أسف من يريد ان يمسك زمام الامور ومن هو مستفيد من هذه الحرب هو الذي يريدها ان تستمر هناك مناشدات هم الاكثر مستفيد ربما هم مصانع الأمور. السلاح سيد وانت تعرف هذا الامر جيدا اسمح لي طرحت اكثر من نقطه حضرتك ومن حق سيد عبد الرحمن الأهنوبي نائب رئيس تحرير صحيفه الثوره في صنعاء ان يوضح او يرد على ما طرحته ايضا في معلومات سيد عبد الرحمن بالفعل ولو اننا لا نريد ان نسطح او نسخف الموضوع الى هذه الدرجه، في معلومات عن اعتقالات وتعذيب وسجون والى اخره وممارسات من قبل انصار الله وجماعه المؤتمر. هل يجب ان نقف هنا ام ان المساله اكبر من ذلك بكثير؟ بدايه شكرا لك ولضيوفك الكرام. لا اريد ان انجر الي ما طرحه الضيف من القاهره لان هناك محاوله لتزييف الحقائق العالم يتحدث عن اغلاق موانئ وتدمير مطارات واغلاقها واغلاق منافذ يتحدث عن جريمه سعوديه معلنه جريمة إبادة جماعية أعلنتها السعودية في وكالة الأنباء والصحافة وذهبت لتطبقها على اليمنيين ويأتي الأخ الضيف ليتحدث يتحدث عن ذرائع وكثيرا ما سمعناها وهي بالتأكيد ذرائع سخيفة ولا تستحق الحديث ألف يوم من التدمير والقتل والحصار أيضا والقنابل المحرمة والقنابل العنقودية وأيضاً الأسلحة البيولوجية والوبائية كذلك التي استخدمت ضد اليمنيين بهدف تحقيق مكاسب ميدانيه ايضا الجرائم واستهداف الاحياء السكنيه يعرف العالم بانها حرب سعوديه وعدوان سعودي ضد اليمنيين باكملهم وليس ضد جماعه ولا ضد حزب معين م. يصور الوضع وكان الوضع في بعض المناطق المحتله او الخاضعه لسيطره الامارات والسعوديه وكانها جنه الله وللاسف يوميا ولكم ان تتابعوا يحدث الاغتيالات والتفجيرات وايضا الناس جوعى، نفس الازمات الموجوده في الشمال هي موجوده في المحافظات الخاضعه لسيطره الاحتلال. نفس الشيء بالنسبه للكوليرا، الكوليرا ليست في صنعاء فقط بل هي في لحج وابين وعدن وغيرها. كل الاوبئه التي اصيب بها اليمنيون ايضا التدني في مستوى الدخل والمجاعات النازحون من كل المحافظات وحتى ان بعض المحافظات في تعز مثلا ما يحدث من ممارسات ايضا في عدن ادت الى تهجير ونزوح الكثير. الحديث عن السجون اعتقد انه من المناسب ان نتحدث عن السجون الاماراتيه الموجوده في عدن وفي حضرموت وفي غيرها واعتقل وحتى قاموا بسجن واعتقال وتعذيب من طيب. من هذه ربما نتحدث عنها من من بعد من قليل يعني الاجنده الاماراتيه يقال انها تختلف تماما عن عن الاجنده السعوديه مثلا في اليمن ربما نتحدث عنها بعد قليل ولكن في تطور مهم جدا حصل بالرابع من هذا الشهر وهو يعني شكل علامه نعم. فارقه بالنسبه للمتابعين اطلاق الصاروخ البالستي على الرياض مباشره على مطار الملك خالد ما اعتبر انه تصعيد اضافي من قبل جماعه انصار الله ورساله ايرانيه واضحه الى السعوديه واصر السعودي ان تكون يعني ان يكون حزب الله في اليمن هو من اطلق هذا الصاروخ. قبل الصاروخ هناك الف يوم من من الحرب والحصار ادت الى مقتل عشرات الالاف وجرح عشرات الالاف ايضا منهم منهم الاف الاطفال الذين قتلوا والنساء وغيرها من المجازر الوحشيه والفظيعه التي ارتكبتها السعوديه، اطلاق الصاروخ ليست رساله وليس تصعيدا بل هو حق طبيعي مشروع لليمنيين في مواجهة هذا العدوان ألف يوم يقتلون اليمنيين ويأتي ليتساءلوا لماذا أطلق هذا الصاروخ سيعمل اليمنيون أكثر من إطلاق هذا الصاروخ لأنهم يتعرضون لعدوان يعني يرتكب ترتكب بحقهم جريمة إبادة جماعية تغلق المنافذ تعلن السعودية بأنها ذاهبة لا بأنها, بأنها ستستهدف محافظة وتحول محافظة بأكملها إلى هدف عسكري كل المنافذ م. ثم نتساءل لماذا أطلق اليمنيون صاروخ على الرياض سيطلق هذا الصاروخ ومثله يعني اكثر من عشرات المرات آه هذا هو حق طبيعي وقد اعلن السيد عبد الملك تحدث في اكثر من كلمه له وفي اكثر من مناسبه سنستهدف المنشات وستضرب صواريخنا عمق الاراضي السعوديه وسنضرب العاصمه الرياض وما لا. بعد الرياض وغيرها آه وحدث هذا ثم ذهبوا ليتذرعوا بايران وحزب الله مع العلم بان ايران وحزب الله لا يعني ليسوا اولا لا يمتلكون اي حدود جغرافيه مع اليمن وايضا السعوديه تحاصر كل المنافذ وبما فيها ايضا المنافذ البحريه فمن اين ياتي حزب الله او ايران الى اليمن؟ نعم. طيب هذا تساؤل مشروع ربما اذا كان هذا الحصار مشدد بالفعل على كل المنافذ والموانئ والمطارات في اليمن بالفعل هذا سؤال مشروع انه كيف تدخل عناصر او يدخل سلاح من خارج الحدود الى داخل اليمن اسمح لي سانتقل قبل هذا انا كنت اريد اسمح إيه لي اسمح لي اسمح لي ان انتقل لم اريد الحديث عنها بعد أريد قليل س... عن هذه الجزئيه بعد قليل لو سمحت مضطر ان انتقل الى السيد عباس المساوي المساوى في واشنطن لا. قبل ذلك اورد بعض الاحصائيات والارقام سريعا حول الماساه التي يعيشها اليمن 34 ألف ضحية ما بين شهيد وجريح بحسب المركز القانوني للحقوق والتنمية اليمني

و 296 مستشفى ومرفق صحي و7 وواحد و7 791 مدرسه ومعهد و 208 معلم اثري اضافه الى مئات المصانع والاسواق والمنشات التجاريه والزراعيه والغذائيه وطبعا هناك اكثر من 7 مليون يمني على حافه المجاعه بحسب واشنطن بوست وتوقعات بوصول جملة المصابين بوباء الكوليرا إلى مليون شخص هي مأساة بكل معنى الكلمة هنا أنتقل إلى السيد عباس المساوى الدبلوماسي اليمني السابق في واشنطن وواشنطن لها يعني ضلع كبير فيما يجري سمعنا أحد السناتورات كريس ميرفي أعتقد يقول أنه لو نحن شركاء في هذا التحالف لولا مشاركتنا لما استمرت الحرب ولولا دعمنا السلاح للتحالف لما استمرت هذه الحرب كيف تراقبون الوضع من هناك سيد عباس شكرا لك انا بتصوري انه الضوء الاخضر الامريكي له اهميته في استمرار الحرب السعوديه على اليمن لا تنسين ان السعوديه اعلنت الحرب من هنا بجوار كيري كان جوبيل بجوار كيري وكانوا يعلنون الحرب على اليمن الاسلحه الامريكيه الدعم اللوجستي والطائرات والدعم الجوي وكل ما تحتاجه الحرب من دعم تزود تزود الولايات المتحده الامريكيه به السعوديه. اذا الاوضاع هنا في امريكا تكاد تكون مضطربه، هناك نوع من التصادم حتى بين المؤسسه الحاكمه وبين ايضا المنظمات الحقوقيه والمدنيه. الكونغرس من كم يوم كان منزل قرار وعلى اساس يناقش في 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 الكونغرس على اساس انه يدين او يطالب الولايات المتحده الامريكيه ان تتوقف عن دعم السعوديه بالاسلحه بينما اثناء المناقشات تحول سحب سحب هذا التوجه وتم توجهه في اتجاهات اخرى. التعويل ليس على الولايات المتحده الامريكيه، المنظمه تتحدث المجالس النواب مجلس العون البريطاني، الامم المتحده مجلس الامن كل هذه الدول وكل هذه المنظمات كل هذه الجهات تتحدث عن هناك جريمه ضد الانسانيه، جريمه ترتكب في اليمن، لكن السعوديه ولست ادري كيف كلما صاحت الامم المتحده كلما شددت المملكه العربيه السعوديه من قصفها اليمن وحصارها كلما تحدث مجلس الامن كلما تراجع مجلس الامن عن الحديث حولها وب... وبدأ يتحدث عن اشياء هامشيه بعيده عن الواقع كاتهامات دوليه لايران او لاطراف خارجيه بس لا. يجب حسن. ان يكون هناك تفسير ثمان. لهذا الكارثه يعني انت في واشنطن ربما كان هناك لديك يعني علاقات او معلومات من الصحافه من مسؤولين وغيره لماذا ما في تفسير لهذا الامر؟ انه ليش بيتراجع مجلس الامن مثلا بعد ان يكون مطروح الموضوع؟ بالتاكيد من الواضح يعني من من الطبيعي انه عندما يتراجع مجلس الامن معناه ان هناك دول تهدد اما باستخدام حق الفيتو او انها تمتنع عن التصويت ام او انها تحاول ان تخفف من وطاه القرار او من لهجته. ما دام ان الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا بالخصوص تقفان خلف المملكه العربيه السعوديه وبالتالي تعطل كل القرارات وكل التوجهات في سواء في اروقه المتحده ومجالسها او سواء كان في مجلس الامن. في امريكا هناك لوبيات سلاح، هناك لوبيات اعلام ومال. المملكه العربيه السعوديه تشترك او دفعت المليارات 500 مليار دولار كانت هدفها ايضا لهذه الجهات. ومشتريات السلاح ووعود باستثمارات في البنيه التحتيه وتطويرها في البنيه التحتيه الامريكيه، ترامب بنفسه يقف خلف محمد بن سلمان. مم. حتى في 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 في, في, في الاجراءات الاخيره التي اتخذت اتخذها في المملكه العربيه السعوديه وقف ترامب متحدثا وهناك جهات حقوقيه تحدثت ان ترامب يسيل الديمقراطية الامريكيه وللسمعه الامريكيه عندما ايد إجراءات محمد بن سلمان في حق المعتقلين ولم يتحدث عن مطالبته بمحاكمة عادلة عموما الولايات المتحدة كأن المملكة العربية السعودية تظن لا. وتعتقد وهي تظن وتعتقد وتفعل أنها محصنة بخضراء الظهر أنها ما دام أنها تملك أموال تملك احتياطات نقدية كبيرة تصل إلى 700 مليار دولار سحب الكثير من الطبع وفي في امريكا طيب. وفي وول ستريت وفي وفي البورصات الامريكيه معناه انها تستطيع ان تشتري الصوت العام. طيب اسمح لي تكمل هذه الفكره اذا اذا اردت بعد الفاصل لدينا موجز مضطرون يعني على الثانيه مضطرون ان نذهب الى موجز للانباء آه وفاصل نعود بعدها اليكم مشاهدينا وضيوفنا ابقوا معنا اليمن المأساة المستمرة هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نرحب بكم فيها من جديد وبضيوفنا أذكر بضيوفنا السيدة فيوليت داغر هنا في الاستوديو رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان السيد عباس المساوى الدبلوماسي اليمني السابق من واشنطن السيد جمال محسن رئيس تحرير موقع اليمن العربي من القاهرة والسيد عبد الرحمن الأهنومي نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة من صنعاء اسمح لي سيد عباس كنت تتحدث قبل الف سأعطيك المجال بعد قليل ولكن مضطرة أن أتوقف من جديد مع السيدة فيوليت طبعا تابعتي الأرقام هذا جزء يسير من الأرقام المتوفرة يعني لأعداد الضحايا والدمار الهائل الذي أصاب اليمن في محصلة عامة بعد ثلاث سنوات كيف يمكن ماذا يمكن القول عن الأهداف التي حققتها هذه الحرب؟ وشو افق هذه الحرب؟ يعني غريب ان ان تكون حرب لمجرد الحرب هي حرب للتدمير م. وهي ضمن الخطه اللي كانت مرسومه وما زالت باستهداف هذه المنطقه وتفتيتها وتجزئتها والوضع الوضع اليد على ثرواتها مش فقط اليمن تتحدث مش اليمن انا بحكي عن المنطقه واليمن تدخل من ضمنها لانه اليمن كمان في لها موقع استراتيجي وفي لها امكانات ثروه كبيره بعد مش مستخرجه والى اخره وهذا احتياطي لبعدين فهني ما بيهمهم يضحوا بناس يعني كنت عم بقرا مرة على يعني شو عم بيخططوا كيف يعملوا تعقيم للنساء في مناطق معينه مشان يحر يحدوا من النسل تبعهم من هن الامريكان مشان هل ما... هلا بيقولوا هيدي نظريه المؤامره والامريكي، الامريكي والصهيوني انا حاطتهم بالبدايه ولكن الغربي ايضا ونحن عملائنا كمان نحن بدنا نحكي عن عملائنا وعن الدول العربيه اللي عم تلعب هذا الدور مشان تسهل دخول هيدا الغربي على منطقتنا بضغوط بابتزاز بمصالح معينه، اذا هن عم بيقدروا يدخلوا علينا بطريقه او باخرى وهيدا المخطط ما زال ساري أنت الامل الوحيد بصفتك فرنسيه الان او عربيه انا فرنسي وساتي الى ذكر فرنسا اذا مم. سمحتي لي وكان في مم. وقت تقلك شو فرنسا كمان عم تعمل بهيدا اللي عم بيصير باليمن وشو دورها لها دور ب... باليمن فرنسا ولها دور كبير ول... او غير م... مرئي على غير مرئي غير مرئي ولكن منذ البدايه منذ البدايه مثلا هذا السلاح الذي كان موجها الى لبنان م. تحول اللي كان العقد مع عقود بين السعوديه وبين ثلاثة مليار دولار نعم. اللي قيل عنه تحول فرنسا يشترك. قبل خمسة اشهر من بدء هذه العاصفه عاصفه الحزم على اليمن تحول الى اليوم. اليهم اليهم هم الفرنسيون حتى اليوم يعني رغم انهم وقعوا من سنتين على اتفاقيه لمنع بيع السلاح لكل من يمكن ان يستخدمها في انتهاكات ضد القانون الانساني الدولي نعم ماذا فعلوا بهذه الاتفاقيات لا شيء لم لم يعني السلاح بيع السلاح في فرنسا ازداد اكثر لمنطقه الشرق الاوسط والسعوديه م. نحن نعرف ان 50% من السلاح اللي عم تبيعه فرنسا هو عم بيروح على منطقه الشرق الاوسط السعوديه المملكه العربيه السعوديه هي اول وحده عم تاخذ من هيدا السلاح بعدين مش بس بيع السلاح في مصالح في عقود على سنوات طويله من الان من اجل الصيانه من اجل تحويل وتكييف بعض الاسلحه ومن اجل ان تكون جاهزه لمناطق معينه اكثر منها لمناطق اخرى بمعنى تكييف عمليه التكييف يفترض ان يكون هناك يعني مؤسسات تحاسب يعني ما هو هي هيدا هو ليش وقعوا فيه. على هيدا الموضوع م. وقعوا لانه في مطالبات الحقوقيين وكمان البرلمان الاوروبي نعم. تكلم بهذا الموضوع صحيح. للرد على ذلك ولكن اذا تكلمنا بشكل اوسع شوي نحن بنشوف انه استعمال حقوق الانسان والشعارات هذه البراقه والديمقراطيه كانت منفذ لدخول لهذه المنطقه نعم. ولكن عبر هذه الاستراتيجيه لان نعرف انه فلسفه حقوق الانسان بالبدايه كان هناك بعض الاخلاقيات هذا بايام الحرب العالميه الاولى او بعدها ولكن من بعد صار الواقعيه هي التي تحكم هذه السياسات وكيف يمكن ان تكون الدوله قويه وقويه بشده كي تتجنب ما يمكن ان يحصل عليها من الاخرين حتى ان كان بالقصد وبالنوايا فتحصنت بكل ما تستطيع وكانت تهاجم الاخر كي تحصن نفسها ونحن نرى اسرائيل هي يعني نموذج في ذلك نعم. وتستعمل احلافها والان اذا اردت نستطيع ان نتكلم عن الامم المتحده واستعمال الامم المتحده سنتحدث عن الامم المتحده ولماذا نعم. آه هذا العقم آه اذا اردت او لماذا هذا الصمت وتوقف الوساطه الامميه يعني كان في مبعوث ويفترض انه ما زال في مبعوث الامم المتحده يقوم بدور وساطه يعني نحن لا نسمع له كلمه في على الاقل في الاسابيع القليله الماضيه سنتحدث عن هذا ولكن اسمحي لي ان اعود الى التطور المهم اللي طرا على هذه الحرب معك من القاهره سيد جمال محسن نحن تحدثنا قبل قليل عن الصاروخ اللي اطلقه الحوثيون وطبعا كان ذريعه لتعلن السعوديه يعلن التحالف بقياده السعوديه تشديد الحصار على اليمنيين. نستمع الى ما قاله وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير في مقابله مع سي ان ان عن هذا الصاروخ قال انه ايراني واطلقه حزب الله اللبناني من اليمن ثم نعود. الصواريخ التي اطلقت الى الاراضي السعوديه هي صناعه ايرانيه اطلقها حزب الله من اراض يحتلها الحوثيون الصاروخ يشابه بدرجه كبيره صاروخا اطلق في حزيران يونيو على بلده ينبع وصنع في ايران وفكك وتم تهريبه قطعا الى اليمن واعيد تركيبه هناك عبر عملاء للحرس الثوري وحزب الله بعدها اطلق على السعوديه ايران لا يمكنها استهداف السعوديه وتتوقع منا عدم اتخاذ اجراءات وقرارات ضد ايران سيد جمال لماذا الاصرار من قبل وزير الخارجيه السعودي والسعوديه بشكل عام على ان ايران هي من أطلقت هذا الصاروخ وهي رسالة مباشرة إلى السعودية علما أنه نحن نعرف وتابعنا المسؤولين اليمنيين والجيش اليمني وخبراء عسكريين وغيرهم قالوا أن القدرة الصاروخية لدى جماعة أنصار الله والجيش اليمني كبيرة جدا وتطورت كثيرا وصار في طائرات بدون طيار وصار في يعني طائرة بدون طيار حلقت فوق السعودية لماذا هذا التقليل من قدرات الجيش اليمني؟ ليس تقليل وانما يتكلم عن واقع حقيقي موجود وواضح منذ ثلاث سنوات بدات الحرب لم يطلق اي صاروخ بدا اطلاق الصواريخ اليوم اليوم هناك صاروخ يصل مداه الى اكثر من ألف كيلو من اين حصلوا عليه انت صار في اكثر من 200 صاروخ تم إطلاقه منذ بدايه الحرب سزيدة. انا انا اتكلم بكل اسف الصواريخ التي تم اطلاقها في الاغلب الاعم لا تصل الا الى يمنيين المصابين في الاراضي الجنوبيه المملكه العربيه السعوديه في اغلب الاحوال يمنيين إصابات بسيطه لم تحقق هذه الصواريخ اي انجاز عسكري كنت قبل قليل تتكلمين عن 15 مطار دمر في خلال هذه الحرب دمرته خلال الفتره الحرب هذه ولكن لم يدمر الحوثيين مطار واحد في المملكه العربيه السعوديه بكل أي بس مين دمر ال15 مطار مش الغارات مش غارات الألمية. التحالف يا سيد جمال المطارات يتم كيف دمرت يتم باليمة. استخدام هذه الصواريخ فقط المطارات دمرت في اليمن ولكن الحوثيين لم يدمروا اي مطار في الجهه المقابله، هذا يدل ان هذه الصواريخ هي فقط للدعايه الاعلاميه، لا تؤثر عسكريا، لم تؤثر عسكريا طيب عظيم مطلعاً. ما دام الامر كذلك ليش يعني كل هذا الغضب السعودي مداه 1000 كيلو، اكدت أكد وجود هذا الصاروخ واطلاق هذا الصاروخ اكد بما لا يدع مجال للشك ان هناك تعاون ايراني وتهريب سلاح وصواريخ الى الحوثيين عن طريق ايران لان هذه التجنيه لم تكن موجوده في بدايه الحرب ولا منتصف الحرب وانما ظهرت اخيرا وهذا يدل ان سيطره الحوثيين على ميناء الحديده وعلى عدد من الموانئ وعلى عدد من الشواطئ الموجوده في البحر الاحمر مكنهم من الوصول الى تهريب الاسلحه استخدامهم تحت شعار المساعدات الانسانيه وسيطرتهم على المساعدات الانسانيه ومن هذا الباب تم بالفعل الوصول الى الاسلحه أعتقد أن إيقاف هذا التمويل للسلاح سينهي الحرب بصورة أكبر السلاح الذي كيف, كيف تنهي التمويل لهذا السلاح وأنت يعني تعرف يا سيد جمال أنه نحو 80% من الواردات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة والمطارات الأخرى ميناء الصليف وحاليا هما, يعني هما مغلقان هذا اولا ثانيا طيب في من منذ ثلاث سنوات في حصار كيف يتم تهريب السلاح تهريب السلاح ببساطة شديدة بالنسبة للصواريخ هذه هي صواريخ باليستية لا تحقق أي نتيجة عسكرية كيف يتم تهريبها هو أن هذه الأسلحة يتم تفكيكها وإيرادها في السفن الكبيره ثم يتم نشرها في الجزر البحر الاحمر وبعد هذا يتم نقلها على مرعى ومسمع من طائرات جديدة. التحالف عادي إلى اليمن بزوارق الصيادين مم. يتم تهريبها بزوارق صيادين عاديه مم. وقد تم ضبط اكثر من سفينه تعمل بهذا العمل وبعد هذا هناك الخبراء الايرانيين الموجودين وهم خبراء حزب الله والذي كان سبق وان اصدرت عدد من الجوانب ما يؤكد وجودهم وهناك اعتقد اشرطه موجوده وتسجيلات صوتيه ومرئيه تؤكد وجود هؤلاء الخبراء، هؤلاء الخبراء يقوموا باعاده تركيب هذه الصواريخ واطلاقها، لا يريدون الخير الى اليمن، ايران منذ سنوات كبيره وهي تتواجد في اليمن لا يوجد لها الا مشروع واحد وهو مشروع المستوصف الايراني واتضح فيما بعد انه مستوصف خليه فقط. طيب كل لي اليوم يا سيد جمال لو سمحت سيد جمال كل ما ما هو المشروع السعودي اليوم في اليمن ماذا حققت هذه الحرب في اليمن منذ ثلاث سنوات لغايه الان ومنذ اليوم الأول ونحن نتذكر العسيري المتحدث باسم عاصفة الحزم يقول أنه المسألة مسألة أيام وأسابيع وتنتهي وبعدين أطلقنا بعد عاصفة الحزم إعادة الأمل يعني لا ندري أن اختلطت الأمور أو التسميات والمصطلحات والمفاهيم يعني هل هذا هو الأمل لأعيد لليمنيين بعد ثلاث سنوات الكوليرا والمجاعة والحصار وانتشار الاوبئه وغيره، يعني هل الامل يعرف بهذه الطريقه؟ يعني خلينا نكون واقعيين. من اجل ان اقول لك الواقع، نحن رزقنا تحت حكم علي عبد الله صالح 20 عاما من العنصريه، نعاني من العنصريه طوال ال 20 عام ونعاني من الاضطهاد. في خلال الايام السابقة الاخيره الماضيه وجدنا جيش من ابناء حضرموت هو الذي يتولى الامن والدفاع عن حضرموت من ابناء حضرموت، انطلق من حضرموت وانطلق من نقطه الى نقطه لا يوقفني الا ابناء حضرموت، اليوم كل مدراء الادارات بعد ان كانوا من الشمال اصبحوا حضارم، هذه هي الحريه هذا هو ما كنا ننشده، كنا ننشد المساواه، كنا ننشد هذا اليوم نشعر به، المحافظ حضرمي، كان سنوات طويله المحافظ ليس من ابناء حضرموت، كان يعاني ابناء الجنوب الكثير من الاضطهاد، اليوم بالفعل بدأنا نشم رائحة الحرية، أبنائنا هم من يدافعون <applause> أمنا. رائحة الحرية في الجنوب هم الذين طيب. وهم الذين وهذا رائحة الحرية في الجنوب أنا فقط سأحيلك نعم. إلى سيد فادي بعوم هو من نعم. أبناء الجنوب الحراك الجنوبي فقط ولا سيد. اسمح لي كوتيشن يعني بالزعيم بالحرف ماذا يقول؟ يقول, يقول الإمارات تحتل ال وتحكم محافظات جنوب اليمن هناك شخص اسمه أبو محمد يمنع هادي من الهبوط في مطار مطار دفع. عدن تفضل من الذي يمنع الهبوط من مطار عدن؟ شخص اسمه أبو محمد تدعمه الإمارات هو من يحكم عدن ولا يستطيع الرئيس عبد ربه منصور هذه الهبوط بطائرته إلا بإذن من هذا ابن الجنوب اللي تتحدث حضرتك باسمه حاليا فادي بعوم اسأله اسأل فادي بعوم أعتقد أنه لا توجد أي وثيقة رسمية هناك طائرات تنطلق وهناك في سواء كان في مطار سيئون أو مطار عدن والرحلات الطيران مستمرة ولكن أنا أتكلم سواء كان في حضرموت أو عدن بدأنا نشعر بالحرية مم. إذا كان هناك أحد الصحفيين يحكم عليه بالإعدام وآخرين يستم استخدامهم دروع بشرية ويتم إيقاف جميع الصحف ويتم إيقاف جميع المواقع الإلكترونية هذا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين ولكن انظري إلى الجانب الآخر يتم انتقاد رئيس الوزراء ويتم انتقاد رئيس الجمهورية ويتم انتقاد الجميع منهم موجودين في داخل الحكومة وهناك صحف وهناك مواقع إلكترونية وهناك صحفيين نعم. يتحركون من مكان إلى مكان بحرية هناك صحفيين أتوا من آخر أقصى أقاصي الأرض طيب وضحت هذه الفكرة اسمح لي أن أذهب إلى السيد عبد الرحمن, الرحمن الأهنومي سيد عبد الرحمن هذا ما, إيه إيه وضحت وضحت ما هذا نشعر به هذا ما نشعر به اليوم الحرية هي أسمى وأقدر شيء نستطيع أن نقول لا أدري ما إذا كان هذا الكلام مقنعا ولكن وصلت ووضحت هذه الفكرة تماما سيد جمال سيد عبد الرحمن بالحديث عن الإمارات حكي الكثير عن أجندة إماراتية تختلف تماما عن الأجندة السعودية بدليل الاغتيالات اللي حدثت بعدن السجون اللي حكي عنها سجون التعذيب وممارسات التعذيب في حضرموت التي تشرف عليها او تديرها الامارات وغيره وبالكلام عن الامارات تحدثتم اكثر من مره انكم يعني صواريخكم تصل الى الامارات وستقصفون ابو ظبي او المطارات بالامارات هو تهديد يعني تهويل أم أنتم جادون في ذلك وربما تريدون التصعيد وتوسيع دائرة يعني حيث تصل الصواريخ؟ هذه حرب أستاذة هذه حرب وهذا عدوان يتعرض له اليمنيون يعني منذ أكثر من ألف يوم ومن حقنا أن نرد على الإمارات وغير الإمارات أي نظام تورط في دماء اليمنيين من حق اليمنيين ان يردوا عليه بما يمتلكونه من وسائل هذا 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 يعني لا ينافي لا يناقض ايضا المواثيق الدوليه ولا غيرها هو حق طبيعي مشروع الدفاع عن النفس الدفاع عن اليمنيين باكملهم انا فقط اريد ان اعلق على ما ذكره الاخ المذكور جمال عجيب هذا التناقض وعجيب ايضا ومؤسف ان يتحول احد ابناء هذا البلد الى بوق يدافع عمن يعتدون عليه هل تعرف بان اكثر من وثلاثين الف يمني قتلتهم الطائرات السعودية حتى الان اكثر من 12 مليون اصبحوا تحت خط يعني مهددون بالمجاعه بسبب قطع المرتبات الذي حرم منها حوالي مليون و ألف موظف يعيلون مثل عددهم أسرا كذلك الذين يعملون في المصانع والمنشآت التي دمرت حوالي ثمانية مليون مواطن كانوا يتقاضون رواتب من منشآت و يعني لديهم فرص عمل خاصة فقدوها باكملهم ثم ياتي ليدافع لي عنه بهذه الطريقه الغبيه والمتناقضه مؤسف هذا للاسف انا اعتقد في مساله الان الامارات والسعودية هم أصلا ليسوا متفقين على مشروع مشروعهم وكأنه كل لديه مشروع يريد أن يأخذ صيده من اليمن ويذهب هذا مستحيل طبعا ولكن ربما الظروف ما زالت تحافظ على بعض على بعض المواقف يعني أن تبقى مواقف واحدة اتجاه الوضع في اليمن ولكن هناك صراع خفي وبعضه قد اصبح صراعا معلنا وبارزا خصوصا في المناطق الجنوبيه ايضا في هناك ايضا صراع يعني ادى هذا الصراع الى صراع في بين الاطراف والادوات المتواجده على الميدان هناك حزب الاصلاح مثلا يعني يعاد الإمارات والإمارات منه موقف بل صنف إرهابيا هناك شخصيات شاركت وتشارك هؤلاء في الحرب إلى جانبهم صنفوا على قوائم الإرهاب من قبل السعودية وغيرهم وبطلب سعودي وإماراتي أعتقد أن الصورة واضحة الأهم الآن حتى لا نذهب بعيدا ما تحدثت به السيدة رئيسة اللجنة العربية هو الكلام الذي يجب ان يقال الان، هناك هجمه امريكيه اسرائيليه على المنطقه، نحن نتحدث والعالم يعرف والحقائق تكشفت بشان أن اسرائيل تشارك ايضا في الحرب على اليمن وخصوصا في المعارك الجاريه على السواحل الغربيه لليمن والواقعه جنوب البحر الاحمر. اما المشاركه الامريكيه كيف تشارك اسرائيل؟ اليوم. البريطاني ايضا حاضرا كيف تشارك يعني في تشارك؟ إدارة العمليات الميدانية وهنا غرفة عمليات موجودة الآن هناك حديث عن اتفاق إسرائيلي سعودي بمنح الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية جنوب البحر الأحمر وتحديدا في المناطق المحاذية للممر الدولي باب المندب أيضا ما المصدر المشاركة مع المشاركة هذه المعلومات الميدانية. عفوا عمليات مشتركة سيد عبد الرحمن في مصدر محدد لهذه المعلومات السيد حسن نصر الله بنفسه تحدث وقال هذه ليس معلومات اليمنيين بل معلوماتنا ان هناك مشاركه اسرائيليه، كنا نتحدث عن مشاركه اسرائيليه بالقصف الجوي لكن الان وكان في خطابه بمناسبه يوم القدس العالمي يتحدث بان هناك مشاركه اسرائيليه ميدانيه نعم. عبر غرف عمليات مشتركه تديرها ايضا الاسلحه التي تستخدم التقنيات ايضا احتشدت مؤخرا حوالي 12 دوله بقاده اركانها العامه في الرياض بعد الصاروخ البالستي وكان واضح حضور الامريكي وغيره في في هذا الاحتشاد منذ اليوم الاول امريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الدول طيب. الاعضاء في مجلس الامن تشارك علنا في هذه الحرب وتؤيد ايضا سواء بالموقف السياسي او ايضا بالدعم اللوجستي والمخابراتي هناك طيب. هناك حرب نعم 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 وضحت ايضا هذه الفكره قبل ان انتقل الى السيد عباس المساواه في واشنطن فقط اسمح لي نحن نتحفظ على صفه الغبيه التي استعملتها بالحديث عن ما تحدث به عما قاله السيد هذا تعبيرك أقولك ولكن أقولك نرجو أقولك؟ ان نبقى في في, في يعني يقول ضمن لياقات الحوار دعايه مم. اعلاميه هو يقول إيه؟ ان الصاروخ دعايه اعلاميه يتناقض في هذا الموضوع ثم يعيد الحديث عن الصاروخ طيب. ويتحدث عن خطورة إدخال هذه الصواريخ. طيب إذا كانت دعاية إعلامية. وإذا كانت لا تدمر مطارا. وإذا كانت لا تقتل سعوديا. في الوقت الذي تتحدث فيه أنه هذه الصواريخ قتلت يمنيين في جنوب السعودية فقط. طيب. اسمح لي أن أتحدث عن, عن زاوية نعم. أخرى مهمة أيضا. تطور آخر مهم هو لقاء محمد بن سلم بن سلمان ولي العهد السعودي بقادة الإصلاح. ولكن قبل ذلك ماذا قال عبد ربو منصور هادي الرئيس اليمني عندما اتهم انصار الله وصالح بتنفيذ اجنده ايرانيه وقال ان طهران تؤجج الصراعات في المنطقه نستمع الى ما قاله عبد ربو منصور هادي ثم نعود تتلقى تلك الماليشيات الدعم الكامل سياسيا وعسكريا بالمال والسلاح من قبل ايران الدوله التي دابت على زعزعه استقرار المنطقة عبر دعم مجموعات من فلتة وإرهابية ومن هنا فإن السلام المستدام لا يمكن أن يحصل ما لم تتوقف هذه الدولة عن التدخل في الشؤون المنطقة وخلق بؤر التوتر وافتعال الصراع وتغذية النزاعات الطائفية وتأجيج مشاعر الكراهية وانتهاج أساليب الفوضى والعنف سيد عباس عندي سؤالين لك قبل أن نذهب إلى الفاصل هل ما يجري على أرض اليمن وتكرر ربما هذا السؤال هو صراع إيراني سعودي واضح من خلال يعني حلفائهما في في اليمن هذا أولا وماذا عن الاجتماع الذي جمع محمد بن سلمان بقادة حزب الإصلاح وقيل أنه ربما تكتيك ربما استراتيجية سعودية جديدة في اليمن ربما يعني نكايه بالامارات او بالاجنده الاماراتيه وغيره لانه نعرف الاصلاح يعتبر او يقال انه عدو الامارات في اليمن شكرا لك اتمنى تعطيني وقتي فقط تفضل. انا اتصور انه الصراع السعودي الايراني في اليمن بالذات خلقته السعودية كي تسوق للناس وتسوق للعالم نحن نحارب الشيعة الروافض والإيرانيين الذين يزحفون على جنوب المملكة العربية السعودية في البداية لم يكن أبدا هذا المصطلح مطروحا حين بدأت الحرب هناك بدأت الحرب بدعوى أن هناك جماعة أو أن عبد الله صالح وجماعته والحوثيين انقلبوا على السلطة الشرعية بينما عبد الرب كان قد قدم استقالته ولم يحدث انقلاب بالمعنى الأكاديمي والسياسي والعسكري الذي نعرفه والذي له تجارب في المنطقة الأمر الثاني اتصور ان المملكه العربيه السعوديه تحاول ان تسوق تبرر قتل اليمنيين، تجويع اليمنيين، حصار اليمنيين، قصف اليمنيين، تدمير منشآت اليمنيين التي لها علاقه مباشره بالانسان اليمني بأنها تحارب الإيرانيين بينما الجزر الإماراتيه موجوده على بعد 2 كيلومتر مربع من الإمارات ولم تستطع ان تواجه ايران هناك ان قالت ان فعلا ارادت ان تواجه ايران. انا بتصوري ان المكان السعوديه تكذب وتمارس الكذب والخداع والتضليل وهناك مؤسسات اعلاميه جباره تساعدها على هذا الكذب وعلى وعلى هذا التضليل. الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من مرة وأنت تعرفين أن نتحدث مع نتحدث الملا... عن الولايات المتحدة الأمريكية معناتها معناتها نتحدث عن السي آي وعن الإف بي آي وعن معلومات استخباراتية كبيرة تقول أيام أوباما و... وردحا من حكم السيد جورج دبليو بوش، ان ايران ليس لها ضلع في اليمن. الولايات المتحده الامريكيه نفسها تقول والبريطانيين قالوا بعد اطلاق الصاروخ على السعوديه انه لا توجد هناك معلومات مؤكده او معلومات دقيقه تقول ان الصاروخ ايراني، الفرنسيين قالوا بالمناسبه، الفرنسيون قالوه بالمناسبه ومكرون نفسه. اذا يعني والله العظيم يعني عندما تجدين من يستكثر على اليمين أنهم يطلقون صاروخ والله السعوديه هي يعني هي الكعبه مثلا السعوديه تقصف اليمني منذ ثلاث سنوات اكثر من 175 اكثر من 150 الف ضربه جويه نتحدث عن الاف الاف المؤسسات المغدنيه والخدميه من مدارس من مستشفيات من مطارات من طرقات من غذاء للاطفال للاطفال اليمنيين تقتلهم السعوديه بدم بارد اليوم بحصار ربما مغطى دوليا من المؤسسات الدوليه وهذا للاسف الشديد السعوديه تمارس الإرهاب الحقيقي حسب كل المواثيق الدولية أنها تمارس الإرهاب تمارس القتل خارج إطار الشرعية الدولية تمارس القتل ودخلت في الحرب بدون أي غطاء دولي لا قانوني ولا أمني ولا عسكري ولكن اخذت الضوء الأخضر, الاخضر من الرئيس يعني يومها الرئيس الشرعي عبد رب منصور هادي وهذا كان كاف يعني ل او لاتخاذ قرار لحظه, لحظة, الحاجة لحظة الحاجة بس اقول لك اقول لك حاجه والله هو ليس تجنيا عن عبد رب تجنيا على عبد رب منصور هادي اذا عبد رب منصور هادي بلساني بعظمه لساني يقول انني لم اعرف ان الحرب قد قامت لا يعرف ان اليمن قد ضرق بلغت من بعض المرافقين بعض الموجودين ان السعوديه قد بدات الحرب على اليمن إذا الرجل يقول أنا والله ما أنا عارف، هو الرجل الآن هو مختطف في السعودية على فكرة وفقا لما تقوله الصحافة الأمريكية. مختطف في السعودية وحاول الرجل أن يقدم أكثر من مرة. مختطف يعني في إقامة جبرية صراحة هو في إقامة جليل. جبرية في في السعودية هو سعودية. هو خططف وعندما خرج من صنعاء اختطف هناك وتم أخذه من قبل السعوديين لتبرير الحرب وإلصاق الشماعة بأنه هو الذي طلب قصف اليمن، عموما الرجل لا يستطيع ان يخرج من المملكه العربيه السعوديه ولا يستطيع ان يغادر منزله هو وانجاله كما فعلت بالحريري بالمناسبه. اذا المملكه العربيه السعوديه تعامل بفوقيه خاصه مع اليمن ومع لبنان. المملكه العربيه السعوديه تعتقد انها محميه وانها قادره وأنها قادره باموالها ان تشتري المواقف الدوليه. اذا نحن امام ارهاب حقيقي مدعوم بلاهوتيه دينيه متخلفه تقودها السعودية وأيضا أتحفظ على, على هذا الكلام اسمح لي ما في عنا يعني هم... ضيف سعودي أيضا يطحض أو يعني يرد على هذا الكلام حاليا ربما سيد جمال يتولى المهم المهمة بعد قليل ما يحتاجون يردون على هذا الكلام بالمناسبة هي. أجبني لو سمحت عن مسألة اللقاء بين محمد بن سلمان وقادة الإصلاح ما الذي تغير وجمع الضدين يعني ولا حاجه تغير ما الاخوان المسلمين الموجودين في الحدود والاخوان انفسهم يتحدثون ان قتلاهم في الحدود اكثر من 600 فرد ما الذي يقاتل فيه نهم غير الاخوان المسلمين ما الذي يقاتل وبدا بتفجير الحرب في تعز غير الاخوان المسلمين وبالتالي الاخوان المسلمين هم عمود الحرب والتنظيمات الاخرى الجهاديه التي دعمها السعوديه دعمتها في افغانستان وتدعمها في سوريا مثل إسلام الاسلام والقاعده وداعش يعني من المسل... من المسل... المشكله هذه الامور لم تعد خفيه وليست اسرار ولكن لم تدعم يعني السعوديه من منذ ثلاث سنوات كانت تهمش حزب الاصلاح باليمن ولم يكن في لقاءات بينها وبين حزب الاصلاح او قاده الاصلاح هذا اول لقاء من نوعه من ثلاث سنوات وبالمناسبة علي محسن الأحمر جنرال العسكري الكبير الذي يقود فينا هو إخواني موجود في السعودية في حمايته عبد, عبد المجيد الزنداني قراس الإخوان الدينية موجود في السعودية الآنسي وغيرهم الأمان العامة للإخوان المسلمين موجودة في السعودية فبالتالي هو لقائهم هم كلهم موجودون موجودون في السعودية والسعودية تقدمهم الحماية وتقدم لهم الدعم وأفرادهم الذين يقاتلون في الميدان إذا حصل اختلاف بين الإماراتيين والسعوديين على الأولويات في عدن وخاصة أن الإمارات قد أخذت الجنوب على أنه محمية خاصة فيها وارض منوطه هي منوط هي منوطه بحفظه والسيطره عليه وعلى موانيه وعلى مناطقه الحيويه، هذا شيء اخر مختلف تماما عن استخدامات السعوديه، ثم ان اللقاء فقط اعاده تفعيل اعاده تفعيل دور الاخوان المسلمين في اليمن، تماما كما اجتمعت مع المعارضه السوريه في 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 الرياض من نعم. كم يوم، كما اجتمعت ايضا مع مجموعه من اللبنانيين في الرياض من اجل فقط تفعيل هذه المنظمات وهذه المكونات لتفجير لتفجير حروب اضطرابات امنيه وسياسيه في كل من سوريا واليمن ولبنان طيب. حسنا حسنا فعلت انك اتيت على ذكر لبنان لانه سيكون مدخلنا للمحور الثالث والاخير اسمح لي سأتوقف عند هذا الحد لنذهب إلى فاصل آخر سيد عباس وضيوفنا الكرام ومشاهدينا نتابع بعده ندوة الأسبوع ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا الى القسم الاخير من هذه الندوه اليمن الماساه المستمره سيده فيوليت قبل الفاصل كان سيد عباس المساوى يتحدث عن السياسات السعوديه وللاسف يعني ليس معنا شخص سعودي ايضا يشارك ويوضح هذه النقطه كيف تتعامل السعوديه مع حلفائها او مع يعني مع الملفات اجمالا في المنطقه اتى على ذكر لبنان وصار في كلام عن ما يشبه المقايضه وكانه السعوديه تريد مقايضه اليمن بلبنان انه اعطونا اليمن و... وخذوا لبنان أو بما معناه والتصرف اللي صار أيضا مع رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري وحاليا هو موجود في الرياض ووضعه مشابه للوضع لوضع الرئيس عبد رب منصور هادي هل أرادت السعودية فعلا أن تقول هذا الكلام يعني اليمن مقابل لبنان أنا لا أستغرب شيء لأنها هي بسياستها تبتز كل العالم وربما لحفظ ماء الوجه ارادت ان تاخذ شيء مقابل شيء اخر، م. ربما لا اعرف لست في اسرار الالهه. لأن لانه فجاه يعني ظهر الملف اللبناني نعم. صار فيه في تصعيد وصارت في استقاله وبنفس الوقت اطلق الصاروخ وتشدد الح... صار في تشديد للحصار على اليمن وصار هذا الحديث عن اليمن. أه سيدتي أه المملكه العربيه السعوديه تبتز العالم كله وتشتري أه حلفائها وكل الناس الذين تتعامل معهم بالمال وتعرف الابتزاز بأشكال مختلفة بالناعم أو بالخشن ولكن هي تفرض ما تريده حتى على الأمم المتحدة يعني هذا النادي للأغنياء وأصحاب النفوذ والذي أنا يفترض أن أدافع عنه لأن الأمم المتحدة إلى حد ما يمثلني بحقوق الإنسان ويمثل هذه القيم التي ندافع عنها هو ماذا فعل ليوقف هذه الجرائم الفظيعه بحق الشعب اليمني وبحق الاخرين ايضا ماذا فعل؟ لا شيء كثير لان هو يبتز بالمال وبالضغوط وبالمصالح الغربيه التي اصلا هو من الذي وضعه غير هذه الدول وهذه الامم التي اتفقت فيما بينها. ولكن لتسيير مصالحها وليس لتسيير مصالح قومي الشعوب المضطهده يعني كل دوله لا. لكل دوله الحق بالدفاع عن امنها القومي اذا راته مهددا والسعوديه تقول وخليني اتكلم باسم السعوديه اليوم انه ايران ايضا ونفوذ ايران يهدد المنطقه كلها التدخل الايراني بين ضفرين حسب ما بتقول السعوديه ايضا يعني يهدد المنطقه تتدخل في كل الشؤون العربيه وهذا يشكل خطر على السعوديه وعلى الامن القومي يعني على امن السعوديه القومي هذا المنطق ايضا يفترض ان يؤخذ بعين الاعتبار ولازم لماذا تنسى حلفائها؟ أنا معك إنه يجب أن يؤخذ هذا المنطق بعين الاعتبار، ولكن لماذا تنسى التدخل الأمريكي الإسرائيلي البريطاني الفرنسي الكندي؟ شو بعرفني كله هيدا اللي عم يتدخل؟ هؤلاء بتنساهم ما بتتذكر إلا إيران. وضعوها في بوز المدفع وقالوا لها يجب أن تتصرف كذا لأنها هي اليد الطولة لإسرائيل في المنطقة العربية خلينا من الآخر نتكلم لأنه وضح هذا الدور أكثر فأكثر من السابق كان هناك من لا يريد أن يتكلم عن السعودية وباسم السنة والشيعة وإلى آخره يعني أنا أعتقد أن الناس لم يعودوا لها كي يصدقوا كل ما يقال لهم الأمم المتحدة إذا أخذنا الأمم المتحدة لا أتكلم ببلدان وبإيران وبغيره ماذا تفعل بها السعودية؟ ليس لأنها عندها نفوذ كبير ولكن هناك تبادل دعم مع بلدان الغرب من أجل أن يستمروا ببيع السلاح وتشغيل المصانع وكل الفوائد التي يجنوها من هذا البلد الذي يلعب اللعبة التي أرادوها له لا. وفي هذا الوقت يصمتوا لأنه اشتروا الصمت يعني حلفائها وعملائها اكتار لأنها استطاعت بالمال وهذا المال هو ليس لهم هؤلاء الاسرائيلي يقول انهم جالسون على ابار النفط وهذه الابار نحن يجب ان نشلحهم اياها ايضا مم. انا الذي اخشى ما اخشى عندما اتكلم عن هذا النظام على هذا الشعب السعودي الذي لم يسألوه عن رايه فيما يفعلوه مم. وسياتي الوقت واعتقد حسب التحليلات والقراءات ومتابعاتي مم. الوقت ليس ببعيد بتفكيك هذا البلد وبتقسيم وتجزئة هذا البلد لا. ومن داخله وبحروب داخلية على بعضهم الأمراء والعائلة على التي كل هو, هو يشهد اليوم يعني سعودية تشهد ما يشبه الثورة أو الانقلاب وفي طبعا صراعات بأجنحة الحكم وهناك من قال أنه كل ما تفعله السعودية اليوم للتعمية أو للتغطية على ما يجري داخلها اسمحي لي ان انتقل من جديد الى السيد جمال بنقطة الإقامة الجبرية أو ما يحكى عن إقامة جبرية لعبد رب منصور هادي سيد جمال هو لا يستطيع أن يتنقل بحرية حاله تماما كحال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ليفترض ان يصل الى فرنسا ويجتمع غدا بالرئيس مانويل ماكرون عبد ربو منصور هادي قيد الاقامه الجبريه في السعوديه وليم إذا لا لماذا لا يعود الى اليمن ببساطه من دون الكلام عن حجج امنيه وخطر امني وغيره أه أه بدايه اولا اود ان اعترض فقط على كلمه ذكرتيها وهو ان سيتم مقايضه اليمن بلبنان اليمن شعب حر سواء في حضرموت او في اليمن شعب حر شعب ذي اراده اذا كانوا اخواننا يساعدونا من اجل التحرير فهو من اجل ايقاف مغامره غير محسوبه دفعنا ثمنها واخرتنا سنوات كبيره أرضنا هي ملك لنا لا يمكن أن يتم مقايضتها، نحن ذوي تاريخ هذا جانب. أنا سألت سؤال يعني السعودية هل تفكر بهذا التفكير يعني مقايضة ملفات؟ أنا أريد أن أوضح فقط. لا أنا لا أعتقد أيضاً أن لبنان هي دولة من الممكن أن تقايض أو شعبها يتم يعني مقايضته كسلعة. هذا جانب يا سيدي عرز لبنان يعني عمر عرز لبنان اكبر من عمر الكثير هذه. من الدول والممالك بالمنطقه بالمنطقه تفضل وانا ه... وانا اؤكد وانا اؤكد على ذلك ان لا يمكن ان يتم مجايره كما ذكرت تقول يعني من ممكن ان تجاير اليمن بلبنان اود ان اوضح ان اولا بالنسبه لعبد رب منصور قد سبق وان اجتمع عده مرات وانتقل ومارس صلاحياته في داخل عدن عده مرات اجتماعات وليس في عدن فقط وإنما اجتمع بكامل حكومته في جزيرة سقطرى نعم. وقراراته هي التي تنفذ. لماذا لا يعود إلى اليمن إلى عدن أو إلى اليمن؟ بيها. اما مساله ان هذه لماذا يكون لماذا متواجد وتريد أننا استبعد الجانب الامني اوكي تمام انا بستبعد الجانب الامني هناك حكومه تمارس كافه صلاحياتها هناك حكومه تمارس وزراء يمارسون كافه صلاحياتهم ومحافظات نحن ندعو اليوم بعد ان مارست الحكم المركزي سنوات طويله وتجرعنا مرارته ندعو الى ان يكون هناك حكم لا مركزي وان تستقل كل محافظه بادارتها وهو ما يحدث الان لا يوجد هناك داعي من يجود اعتقد ان نائب رئيس الجمهوريه وهو علي محسن الاحمر الإصلاحي. مثل ما تقولوا او من يقول مثل ما كان ايا أن كان انتمائه يتواجد في داخل اليمن هذا لا يبرر غياب أحنان. الرئيس عن بلده باختصار شديد غير مبرر وغير الرئيس منطقي. الرئيس متواجد ويتواجد في كافة المحافل الدولية. <applause> إلا <بالعكس تصفيق> في بلده. لماذا يعني... لا تذكرين أنه عاد إلى بلده عدة مرات وكان متواجد؟ لماذا لا تذكرين أنه اجتمع بحكومته عدة مرات؟ <applause> أنتم تتكلمون عن خلاف سعودي إماراتي. لم يرتفع بندق سعودي ضد إماراتي أو العكس. ولكن ما حدث هو أن هناك خلاف بين صالح والحوثيين. هناك <applause> بنادق تشرح. هناك قتال يحدث في الشوارع. لماذا لا نتكلم على هذا؟ لماذا لا نتكلم على انه لابد من فتح باب الحريه، لابد ان ننادي باطلاق سراح المسجونين سواء كانوا صحفيين او غيرهم. ننادي اولا بوقف الحرب إن هناك فلننادي السجون. كلنا بصوت واحد يا سيد جمال وانت يمني ومش رح زيد عليك انت يمني فلننادي, فلننادي جميعا بايقاف الحرب. نحن نتمنى ايقاف الحرب اليوم قبل غدا. طيب نتمنى ايقاف الحرب اليوم قبل غدا نتمنى ان يتم الاستماع الى صوت العقل ليس صوتي ولا صوت الحوثيين وقرار صوت وقف الحرب بيد من قدمها قرار وقف شيء. الحرب بيد من اليوم قرار وقف جميعًا. الحرب او على الاقل وقف الحصار جميعا ان يعيدوا الى بيد اليمنيين جميعا بيد الذي يملك ممتاز. البندقية اليوم والذي متواجد والذي يرفع البندقية هو هذا اذا هذا الشخص الذي يرفع البندقية ويطلق صواريخ ويعامل ويتكلم ويتحدث اليوم لا بد أن يطرح سلاحه السلاح الذي استولى عليه من الحكومة الشرعية لا بد من وجود تواجد أممي لا بد أن تكون هناك ممرات آمنة لإيصال المساعدات أعتقد أن هذا هو الذي نتمنى ذلك للأسف الإشارات لا توحي بذلك ليها. أبدا لابد نعم من اسمح لي أن, أن أنتقل إلى السيد عبد الرحمن الأهنومي من خلال كلامك أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيد ما في أي مجال للحوار يعني توقفت فجأة كل الوساطات، وساطة الكويت توقفت، وساطة عمان توقفت، دور الأمم المتحدة والمبعوث الأممي أيضا يعني توقف، حكي عن دور روسي مثلا بما أن روسيا على علاقة جيدة بكلا الطرفين الإقليميين الكبيرين المتنازعين اللي هما السعودية وإيران. هل يمكن ان يعني يؤمل او يرى يتم الرهان على وساطه روسيه مثلا؟ المجازر اليوميه التي ترتكبها السعوديه لا توحي بهذا ولا توحي ايضا بان السعوديه ودول تحالف العدوان تريد ان توقف عدوانها هو ما فيش مشكله اصلا المشكله ان هناك عدوان على اليمن وهناك حصار منذ 26 مارس 2015 ليقف هذا العدوان وليرفع هذا الحصار واي تهديدات مفترضه يتم التحاور حولها اما ان نقفز على هذه الحقائق نقفز على جريمه اعدام جماعيه ترتكب حالا تقوم بها السعودية بحق 27 مليون يمني إلى البحث عن مصدر الصواريخ وطريقها أعتقد أن هذا كلام غير منطقي ليكون لتكون هذه الصواريخ إيرانية أو روسية أو كوريا أو كائنا ما كان هذه حرب ومن حقنا أن نرد اليوم استشهد أكثر من ثلاثين شخصا في 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 غارات سعودية على محافظتي حجة والحديدة قصف الصيادون ايضا وهذه المره ربما الاكثر من 200 يعني التي يقصف فيها الصيادون وهم في عرض البحر يصطادون الاسماك هناك حرب همجيه هناك جريمه اعدام ترتكب بحق اليمنيين وبالتالي يجب أن لا ننصرف يعني حتى لا نعطي بعض التفسيرات لبعض القضايا يعني تفسيرات غير منطقيه اولا الحصار بدا مثلا منذ اعلان الحرب على اليمن في 26 مارس 2015 اوقفت كل الرحلات الجويه وحوصر من الحديده والصليف، واوقفت كل السفن التجاريه منها، وطوقت البارجات الامريكيه والمصريه وغيرها نعم. المنافذ البحريه، اوقفت كل المنافذ البريه، منذ ذلك الحين التذرع الان بالصاروخ الذي ضرب الرياض، ليكن في علمهم ان هناك اكثر من صاروخ وعلى اكثر من هدف في الرياض وغيرها، هذا سيتم اطلاقها تقصد؟ ولن يتخلى عنه اليمنيون، نعم. ثالثا الحرب الحرب السعوديه يعني هناك حديث عن مساله تهديد الملاحه في البحر الاحمر وايضا اشعال المنطقه الحرب السعوديه والعدوان السعودي على اليمن هو ما يشعل وما يهدد امن المنطقه والاقليم هو ايضا ما يخدم المشاريع الامريكيه لا. وينفذ هذه المشاريع الامريكيه في اشعال نعم. المنطقه طيب آه اسمح لي لم يتبقى لدينا سوى دقيقه هذه كلها كلام يعني واحتمالات مفترضه طيب اسمح لي لم يتبقى لنا سوى واحد. آه يعني دقيقه واحده انا فقط اشير الى وثيقه سريه للامم المتحده آه من خلال موقع انترسبت تقول انه لا يوجد ما يبرر الحصار السعودي على اليمن ولا وجود لادله تدعم ادعاءات نعم. السعوديه بانه جرى نقل صواريخ باليستية إلى الحوثيين هذه الوثيقة كما نشر موقع انترسبت أرسلت في العاشر من نوفمبر إلى مجلس الأمن صنفت بأنها سرية الكلمة الأخيرة لك سيد عباس في أمل للمفاوضات ما أفق هذه الحرب و يعني لماذا بالفعل تبدو من دون هوية أو من دون أفق محدد من دون على الأقل أفق زمني اذا خمس دقائق مش دقيقه اقل من دقيقه بالمناسبه فقط للتوضيح للتوضيح أه أه فقط الولايات المتحده الامريكيه والغرب لا يدعمون السعوديه على انها طفل مدلل هي ليست اسرائيل هي عندها مال نعم لكن تستخدمها لاشعال المنطقه لتسعير الحروب في المنطقه وتقسيمها مذهبيا وهذا يخدم جدا السياسات سياسات السيطرة والهيمنة على المنطقة ومقدراتها وثرواتها. الأمر الثاني المفاوضات أنا أعتقد أن بن سلمان نسفها عندما قال أنه لن يوقف الحرب إلا عند اكتتاث الحوثيين وأنت تعرفين أن يعني الحوثيين مش مزحة. اليوم الصواريخ وصلت إلى الرياض ومن بعد الرياض وألف المواقع تسقط في الحدود وهناك حرب حقيقية وعلى أن لا ينتظر العدالة المتحدة من الأمم المتحدة ولا من أمريكا. على اليمني أن يبحثوا عن العدالة من قبضات أيديهم وأعتقد أنهم يبلون بلان حسنا في ذلك. مساله مساله السعوديه والخلاف السعودي الإماراتي انا اعتقد انه الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه متفقتان في كثير من الملفات وخاصه في فصل الشمال اليمني عن جنوب عن الشمال عن الجنوب وهذا ما يحصل حقيقه عندما قسمت الشمال والجنوب الى جغرافيا سياسيه وعسكريه المملكه العربيه السعوديه سعودية والامارات تريدان التقسيم فصل الشمال ف... عن الجنوب لا شك مم. <applause> لماذا السعودية والإمارات تعملان لا تنسينا في في أربعة في 94 لا أن المملكه السعوديه دفعت بكل اموالها وقواتها وسياستها من اجل فصل الشمال الجنوب ودارت هناك حرب استمرت ثلاثه اشهر تقريبا ولم يتحقق ذلك واليوم السعوديه نعم. تحقق مبدا الانفصال والامارات بالمناسبه السعوديه الامارات تمنع عبد الرب منصور هادي من النزول الى عدن والسعوديه تذهب فقط كما ذهبت بالحرير الامارات والسعوديه بطائره امنيه وموكب سعودي عسكري وامني كي يعود ولا يستطيع ان يتحرك يعني ضحكه الامارات تمنع عبد رب وانشات المجالس مجالس العسكري عيدروس الزبيدي وغيره هؤلاء مدعون من الامارات والذي عين من قبل عبد رب منصور قدم البارحه استقالته ولم يستطع ان يمارس مهامه في داخل الجنوب بمعنى اخر ان عبد رب منصور يسير في الرياض وعبد رب منصور كما حدثني قريب جدا من عبد رب منصور والشله القريبه من هناك عبد السعوديه ان عبد رب بن هادي اقسم لهم انه لن يتنازع عن السلطه إلا عندما تعود اليمن اليمن الى ما قبل التسعين لا. عموما هذا سيناريو قديم مدعوم سعوديا ما يحدث الان تم تماما وانت تعرفين الاعلام عندما رفعت على الدبابات الاماراتيه والسعوديه في شوارع الجنوب في اول يوم دخلوها يعني لا. لا. اي انسان يفهم في السياسه يعرف لماذا رفعت السعوديه والامارات اعلامها على الدبابات حين دخولها الى عدن السعودية والإمارات تعملان على تقسيم اليمن. ليس هذا فحسب. أرادوا أن يقسموا اليمن ستة أقاليم. ستة كنتونات ويدعون. يعني المزحة الوقت. عندما يقول لك نعم هناك الدول المتقدمة والتي نجحت كأمريكا نعم. والهند وألمانيا. يا أخي جيب لي مجتمع مثل ألمانيا ومثل الهند ومثل أمريكا يستطيع أن ينبني دولة السعودية تستخدم السياسات العدامة في المنطقه بمالها. انتهى الوقت سيد عباس أن يوم كنت يوم اتمنى أن, ان ننهي الكلام عن يعني امكانيه مفاوضات او امل باي مفاوضات للاسف يبدو إيه؟ آه يبدو آه انه ما في يعني على الاقل أقل حديث عن مفاوضات طيب. اقل من دقيقه 10 ثواني إيه؟ عشر ثواني السعودية نسفت ذلك كله أوقفت ولد الشيخ أوقفت كل المشاريع التي جاءت المتحدة أوقفت كل المبادرات والمساعي التي كانت تتحدث عن الحد. بالمناسبة الذي عرقل الذي عرقل المفاوض عرق الوسط السعودي الكويتي هو السعودية الذي عرقل الوسط العماني هو السعودية بل أشكرك أشكرك سيد حسين. عباس المساوى الدبلوماسية اليمنية السابق حدثنا من واشنطن شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن الأهنومي الأهنومي نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة صنعاء أشكرك سيد جمال محسن رئيس تحرير موقع اليمن العربي من القاهرة وكل الشكر لك على تشريفك عنا في الاستوديو سيدة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على متابعتكم هذه الحلقة الشكر الجزيل لزاهر أبو حمدي الذي ساهم في إعدادها وشكرا أيضا لحسن راضي إلى اللقاء